بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقلنا إن قول الحق سبحانه وكذلك تدل على أن شيئا شبه بشيء، فكما وجد في مكة من يناصبك العداء ويناهرك في أمر الدعوة إلى الله ويصد عن سبيل الحق، تلك قضية لست فيها بدعا من الرسل، لأن هذه المسألة قضية سائدة مع كل رسول في موكب الإيمان. كذلك أي كما جعلنا في مكة مجرمين يمكرون، جعلنا في كل قرية سبقت مع رسول سبق هذه المسألة فلم تكن بدعا من الرسل. وحيث أنك لم تكن بدعا من الرسل فلتصبر على ذلك كما صبر أولو العزم من الرسل، وأنت أولى منهم بالصبر، لأن مشقاتك على قدر مهمتك الرسالية في الكون كله. فكل رسول إنما جاء لأمة محدودة ليعالج داء محدودا في زمان محدود، وأنت جئت للأمر العام زمانا ومكانا إلى أن تقوم الساعة، فلا بد أن تتناسب المشقات التي تواجهك مع علوم رسالتك التي خصك الله بها. كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. الإجرام هو مأخوذ من نبة الجيم والري والميم، الجرم والجرم والجريمة، كل دي مأخوذة من مادة واحدة وهي معناها القطع. ومعنى القطع ايه يعني ايه؟ يبقى مجرميها يعني جمع مجرم، ومجرم من أجرم، وأجرم يعني ارتكب الجرم والجريمة، ومعنى ذلك أنه قطع نفسه بالجريمة عن مجتمعه الذي يعايشه، فهو يعزل نفسه، لا مصلحة لأحد إلا مصلحته هو، فكأنه عمل عملية انعزال اجتماع وجعل كل شيء لنفسه ولم يجعل نفسه لأحد، يريد أن يحقق مرادات نفسه وما عليه بعد إيه؟ بعد ذلك. يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى الإجرام هو الإقدام على القبائح إقداما يجعل الإنسان عازلا لنفسه عن خير مجتمعه، يريد كل شيء لنفسه، ومدام يريد كل شيء لنفسه يبقى عامل التسلط موجود فيه، ومدام هيعمل كده يبقى مرتكب رذائل، ومدام يرتكب الرذائل يبقى عايز كل المجتمع يبقى فيه رذائل عشان ما يشعرش ان فيه واحد احسن منه. ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم. احنا قلنا المكر هو التبييت، ومأخوذ من التفاف الأغصان على بعضها التفافا بحيث لا تستطيع إذا مسكت ورقة من أعلى أن تقول هذه الورقة من هذا الفرد، لأنه ملفوف ومجدول ويا بعض. والماكر يصنع ذلك ليه؟ لأنه يريد أن يلف تبييته حتى لا يخشى، ومدام يلف التبييت بتاعه حتى لا يخشى اعلم من أول أمر كده كما قلنا أنه ضعيف التكوين، لأنه لو لم يعلم أنه ضعيف التكوين لما مكر، لأن القوي لا ينكر أبدا بل القوي يواجه. ولذلك يقول الشاعر: وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. الضعيف لما يملك يقولك دي فرصة لن تتكرر، اجهز بقى على خصمك، لان دي مسألة مش ايه ما انتش ضاع من انها تجيلك تاني. لكن القوي يجي الخصم يمسكه كده وبعد يقولوا عليه ما سيبه يرضى، ولما يعمل اي حاجة يجيبه من ايه؟ يبقى ايه اللي بينكر بقى؟ بينكر الضعيف. فالحق سبحانه وتعالى في هذه المسألة متكلم عن المجرمين اللي هم بيبقوا اكابر، واكابر يبقوا مقلدين، وما دام يبقوا مقلدين يبقى الفساد سيطر ومحدش يقدر يقف ايه؟ يقف قدامه.
واحنا بقى في هذه الآية بنتعرض لآيات كثيرة كثيرة تتعلق بهذه الايه بهذه المسألة. فيه الآية اللي وقع فيها الجدل والخلاف، ومن العجيب ان الخلاف لم يسطى وكل جماعة يمسكوا رأي ويقولوا ايه. وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها. تمام، تلتقط الآية بتاعت ايه، واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا الآية فيها اشكال. الاشكال ان المعركة اللي قامت بين العلماء يقول لك ازاي ان ربنا اذا اراد ان يهلك قرية امر مترفيها ففسقوا. ده لازم تشغلكم تصريف في كلمة امر مترفيها ففسقوا دي، ازاي تعمل كده؟ يقول بقى يحتال يقول لك ده امر مترفيها امر بمعنى كثر، امر بمعنى ايه؟ كثر مترفيها. طيب والتاني يقول لي يا اخي ما فيش داعي الا انك انت تعمل العملية دي الا اذا شفت كلمة امر في منهج الله. امر في منهج الله بتستعمل في ايه؟ انت تقول امرته مرة يطيع فتقول امرته فاطاع، ومرة تقول امرته فايه فعصى. اذا ما دام فيه امر يبقى معناها ان المأمور صالح ان يفعل وصالح ان لا يفعل. لو كانت المسألة ان لازم يفعل ما كانتش عايزة الامر بتاعه. لو كان ما يقدرش قصرا انه يفعل يبقى الامر ملوش معنى. يبقى مدام امرت يبقى المأمور ايه؟ في اطار ان يفعل فيكون مطيعا وان لا يفعل فيكون معصيا. يبقى اذا كل امر يلزمه ان الامر امر بشيء المأمور صالح ان يفعله وان لا يفعله. فما هو الغبار في ان يقول الحق سبحانه وتعالى امرنا متر فيها، اي بما نأمر به نحن هم الذي يأمر به الله. ما امروا، نجيب القرآن عشان يفسر نفسه، ما امروا لا امر لله الا ان يعبدوا الله، وما امروا الا يبقى اذا تشوف ما امر دي معناها ايه. هل الفسق مترتب على الامر ام مترتب على اختيار المأمور في ان يلجأ الى اي الامرين البديلين الصالح لهم، يا يفعل يا ما يفعلش. يقول ايه امرنا، يبقى الامر من مين؟ من الله. نشوف امر الله دي ما هو امر الله. امر الله في التكوينيات يعني في الكل، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، دي ايه في التكوينيات. طب في التشريعيات ما امر الله في التشريع؟ ما امروا الا ليعبدوا الله. اذا امر الله دائما دائر بين امر كوني، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ده امر كوني. ومدام امر كوني يبقى المأمور ملوش خيار فيه، المأمور ملوش خيار في القهريات كلها. طب والامر التشريعي للمأمور فيه خيار ان يستجيب فيطيع او لا يستجيب فيعصي. يبقى هنا بقى ايه، واذا اردنا ان نهلك قرية لا نهلكها ظلما، وانما نيجي بمنهج نوجهه للناس، فان اطاعوا اهلا وسهلا وان ما اطاعوش وعصموا فسقوا. يبقى اذا حين ندمرها يبقى دمرناها بايه؟ بحق. هم فاهمين ان الفسق ترتب على الامر، يقول لا تشوف الامر بتاع ربنا ايه وارد في القرآن ازاي. الامر نوعين اثنين، يا امر تكويني في القهريات يا امر تشريعي. امر التكوين في القهريات لا يستطيع مأمور ان يتخلف، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول ايه له. وشوف حتى بيأكد لك ان محد لا يستطيع مأمور كونا ان يتخلف، لانه كأنه حاصل بس يقول له برز للكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له، ان يقول له له الله للامر. اكيد الامر يعني جاهز، اكيد الامر في عالم الازل الامر ايه
حتى انما امره الى ربه ان يقول له كن فيكون. فاذا امر امرا شرعيا يقول ده هذا للمختار، والامر الشرعي صالح بما خلقه الله في المكلف من الاختيار ان تكون له بدائل، يا يطيع يعصي. اللي هنا ويانا تبقى من ايهين؟ ما امروا الا ليعبدوا، يبقى في الامر الاختياري. امروا بالايه؟ بالعبادة. يبقى تعالى بقى، واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها ايه؟ تدميرا. يبقى اذا ففسقوا نشأ عن ايه؟ ان ده امر تشريعي. ما تقوليش ازاي ربنا يأمر بالفسق، مهمة الاحتيالات كلها علشان تقول ازاي ربنا يقول له يا اخي حيلك امروا، امروا يعني امرهم الله، امرهم الله امرا كونيا، امر كوني ما لهمش علاقة به، لان هو يحصل ولا لهمش في حاجة. طب امر اللي لهم علاقة به اللي هو ايه؟ الامر التشريعي. الامر التشريعي. واذا اردنا ان نهلك قرية، هذه القرية امرنا متر فيها اي بمنهجنا ونحن لا نأمر بالفحشاء، يبقى أمرنا كله بإيه؟ أن يعبدوا الله مخلصين له إيه؟ له الدين. وتبقى انحلت انحل الإشكال ولا ما انحلش؟ إذا أردنا أن نهلك قرية أهلها كانوا مأمورين بمنهج الله فأخذوا البديل للطاعة وهو الفسق والمعصية، فلما امرهم ففسقوا ماذا يصنع بهم؟ يدمرهم تدمير. وتبقى لا اشكال في الايه، وتبقى المساله ايه؟ انتهت على هذا الاساس. بس هو المهم ان ناخذ ماده الامر، نشوف امر الله ايه. امر الله في اشياء كثيره تعلق به، ان كان في الكونيات انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ولا احد من خلق الله مكلف بمساله الكونيات دي. امره التالي وما امروا الا ليعبدوا الله، ادي الامر الايه؟ والله لا يامر بالايه؟ ما هم يقولوا ان الله امرنا بهذا، قول انهم ان الله لا يامر، ما امرش الا بالحاجه الايه؟ الكويسه. يبقى معنى الايه واذا اردنا ان نهلك قريه انزلنا منهجا لها فاكابرها كانوا اسوه سيئه ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها ايه؟ فدمرناها تدميرا. الحمد لله. وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون. ليه؟ لان المكر يريد ان يحقق شيئا من طريق ملتوي. وليه من طريق ملتوي بقى؟ لان في اشياء كثيره ما يقدرش يواجه بها الحقائق، لان الفطره السليمه تاباها وتنفرها، فلازم يحوض لها من ايه؟ من الطرق الايه؟ الملتوي. يقول له انت تريد ان تحقق لنفسك خيرا عاجلا وشهوه موقوته، ولكنك لو استحضرت العقوبة التي تنشأ من هذا الأمر بالنسبة لك وعقوبتك على أنك أضللت الآخرين، كانت تبقى مسألة اللي الشر اللي يجي منها أكثر من الإيه؟ أكثر من الإيه؟ من الخيرين. أنت مكرت بمين؟ ما يمكرون إلا إيه؟ بأنفسهم. وما يشعرون أو ما يعلمون، لأنهم ما بيحطوش المسألة في مقياس ما يؤدي لك النفع الذي يؤديه لك المكر والضرر الذي ينشأ من الايه؟ ينشأ من المكر. وإذا جاءتهم آية من آيات الله تثبت صدق المبلغ عن الله وهو رسوله، لا يكتفون بها، ولذلك ايه؟ قال لو ننزل علينا الملائكة او نرى ايه ربنا، وقال لو لن نؤمن لك حتى تبذر لنا من الارض ايه؟ ينبوع او ايه؟ او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها ايه؟ او تسقط السماء كما زعمت علينا كذا، او تأتي بالله ايه؟ ايات مقترحة. كأن الآية التي أرسلها الله بين مع رسوله لتثبت صدقه في البلاغ عن الله ما أقنعتهمش. المسألة مش مسألة إقناع، ده المسألة مسألة لجاج في المناقشة. هم لا يريدون أن يؤمنوا فيلتمسون أي سبيل علشان ما يؤمنوش. ولذلك كل الأشياء التي واجهوا بها الرسول علشان يقوموا وينهضوا أمام الدعوة بتاعته كلها تلتمس، كلها كذب، ما يصدقوهاش من بعض حتى، قالوا سحر. يقول لهم طيب يا اخي ده هو بيسحر الناس، يفرق بين الايه؟
المرء وزوجه وبين الولد وابيه ودخل الفتنه بتاعه الدين ده امن وده ما امنش ومش عارف وعمل الحكايه يعني عمل فيهم ايه؟ يقول لك ده سحرهم. طيب يا اخي ما دام سحر طب ما سحرتوش انتوا ليه وريح نفسه انتوا اخرين؟ اشمعنى انتوا اللي تأبيتوا على السحر بقى؟ الله. وهل للمسحور رغبه او خيار مع الساحر؟ تبقى دي كلمه ايه؟ كلمه كده. طب شاعر بالله لو حد قال غيركم الكلام ده كان يبقى مقبول. ليه؟ ام قال لك لانكم اهل فصاحه واهل بلاغه واهل بيان وعارفين الكلام الشعري هو ايه وعارفين النثر هو ايه والخطابه ايه والكتابه ايه. فلو كان هذا الامر من غيركم كان يبقى ايه؟ ولذلك لما واحد بقى تصرف والله ما هو بقول كاهن ولا بقول شاعر ولا 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 وانه لما يفضل ايه يقعد لنفسه كده. ولذلك كان الحق سبحانه وتعالى يطلب منهم ان لا يقولوا رايا جماهيريا، راي جماهيري الباطل يتدرب واصوات الباطل تستتر في اصوات. ما هو راي الجماهير دايما كده، الجمهور واحد عايز يعمل له هيصه كده يقوم يعمل كده يقول لك ما حصلش. انما اللي عايز بقى يخلي الكلام ايه محدد، يبقى كل كلمه تنسب الى قائلها مش كلمه تنسب الى جمهور ما نعرفش مين اللي قالها، ما يبقى جمهور يقول يسقط مش عارف ايه ما نعرفش مين اللي ايه ما نعرفش اسمه ده الكلام الايه. قل انما قل لهم انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ما تجوش كده في الهيصة تقول ده مجنون ويقول ده مجنون ويقول كلام مش محسوب على حد. لا، ان تقوموا لله مثنى يعني اثنين اثنين كل اثنين يقعدوا يقولوا هيا بنا نستعرض امر هذا الرسول ونشوف المسائل بتاعته، هو كاهن هو ساحر هو شاعر، بينكم اثنين وبين بعض. ولا يضيع الحق ابدا بين اثنين قاعدين يناقشوا ايه يناقشوا بعض. ليه؟ لان لما يكون اثنين بيناقشوا بعض ولا فيش حد تاني منهم اذا هزم واحد امام الاخر ما بيتضحش امام الغير. لكن لما يبقوا ثلاثه واربعه ده يخاف لا ينهزم امام ده وده يخاف لا ينهزم امام مين يعمل ايه؟ كل واحد بقى يدافع. انما لما يكونوا قاعدين يبينوا بين بعض تعالى يا اخي نبحث المساله دي، يبقى الهزيمه مش باينه امام ايه؟ امام احد. اعظكم ان تقوموا لله مثنى او فرادى، يعني يقعد الواحد منكم كده بيتذكر يقول يلا نستعرض الرسول ده، الرسول ده مجنون. طب المجنون ده يعمل اعمال منظمه مستقيمه التكليف؟ لا. طب ده هو على خلق عظيم. وهل يقال للمجنون انه على خلق عظيم؟ ده المجنون يعمل ما انتش عارف ما قبلك، يتب في وش الواحد يضربه يشتبه يزقله يقطع له جلابيته ما تعرفش يعمل ايه. انما الخلق ده معناه مضبوط بقيم ولا لا؟ مضبوط بقيم وضبط بالقيم على انه ملكه، مش امر افتعالي، مش امر ايه. لان متى يصير الانسان له خلق؟ يقول لك خلقه الكرم، يعني تأصلت فيه صفة الكرم تأصلا بحيث أصبحت تصدر عنه أفعال البذل بيسر وسهولة، بقى اسمه إيه؟ بقى ده الخلق. يبقى الخلق صفة نفسية ترسخ في النفس تصدر عنها الأفعال بإيه؟ بيسر وسهولة. لأن إحنا عندنا في الأعمال، في أعمال المعاني نسميها خلق، في أعمال المادة نسميها إيه؟ آلية. احنا كنا قلنا زمان اذا الانسان اراد ان يتعلم سياقة سيارة اول ما يقعد يتعلم يقول له المعلم اعمل كذا ساعة ما تيجي تركب، اتأكد من شرم المراية او اشوف مقعدك قد ايه، وازن نفسك، حط رجلك مش عارف ايه قد مسألة، وبعدين تفتح قد ايه اول كده وتحط رجلك في الوقت وتعمل كده، يقعد يديله الايه التعليمات، وبعدين يبتدي يزاول هذه التعليمات. احيانا يزاولها بيعملها بيسر ولا بصعوبة؟ يقول له يا أخي أنت قعدت من غير ما تقبل مجلسك ولا المراية، أدي أول غلطة. أنت ركبت السيارة من قبل ما تتأكد من إيه؟ من قبل ما تفتحها تشوف دي إيه وده إيه؟ أنت الله أنت عملت إيه؟ أنت فتحت الكذا قبل كذا، أنت حطيت رجلك هنا كان المفروض تحطها على على الفرملة، حطيتها على الإيه؟ على البنزين. يقول له أنت لازم أول مرة يعمل إيه؟ يضطرب. يعملها مره كده ومره كده ومره كده ومره كده ومره كده لحد ما ايه بقت ملكه اليه. معنى اليه انه يعمل العمليات دي كده يمكن يعملها وهو نايم، يعملها وهو ايه
اسمها دي ايه؟ الامر اصبح آليا لا يحتاج الى فكر. اولا تعليمنا للطفل الصغير قضية لغوية، نقول له يا ابني الفاعل الذي يفعل الفعل ابقى حط عليه ضمة، ان كان مفرد ان كان مثنى هات له الف، ان كان واو جمع مذكر حط لي واو، ادي القضية. والمفعول يا ابني حط عليه فتحة. يوم الولد يجي يسمع القاعدة عرفها، الفاعل يا ابني حكمه ايه؟ يقول لك الرفع. والمفعول يا ابني حكمه ايه؟ النصب. يقول له طب اقرا بقى على هذا الضوء. ساعة ما يجي يقرا ما بيقولش على طول، يعني يتلخبط يقول قطع محمد محمد، ويجي عند الدال ويعمل ايه؟ ويقف شوية كده. ليه؟ بده يتذكر ايه حكمها في القاعدة دي. يقول الله ده الفعل مرفوع يبقى محمد، ولذلك ينطقها بسرعة يقول لك محمد، يعني بيعوض اللي ايه؟ بيعوض اللي فاته. الله. وبعدين قطع محمد من غص، لا يقولها كده بشعفه. ليه؟ بده يعوض الفترة اللي هي ايه؟ قاعد يفتكر فيها. اهو ده لسه اللغة ما بقتش مالكة عنده. وبعدين بعد ما يمشي عليها ويتدرب يقعد يقرا ولا يفتكر القاعدة ولا أي حاجة، بقت ملكة. يبقى الملكة في المعنويات، والآلية في مين؟ احنا ضربنا مثلا بالولد اللي بيتعلم خياطة، يقول له أول حاجة يقول يلضم الإبرة دي، يقوم يجي يلضم الإبرة الفتلة تنتني قدام العين، يقول له يا أخي برومها عند الدقيق كده وبرومها علشان ما تنتنيش، يا دي برومها، وبعدين يحررها قدام العين، وبعدين يقول له خد غرزة، ياخد الغرزة تطلع دي واطية ودي عالية ودي بعيدة ودي قريبة ما تطلعش، يضربه كم قلم. وبعدين بعد ما يتعلم كده بعد شهرين ثلاثة يقعد يكلمك وبس إيه؟ الله، أهي دي بقت آلية اسمها إيه؟ كذلك الخلق. الخلق تصدر عنه الافعال بايه؟ واحد مثلا بيتعلم الفقه تقول له والله يعني في الحكم الشرعي كذا كذا كذا، انا كنت بصلي حصل كده وكده. يقوم الواد اللي لسه بادئ بقى يقول له طب يقعد يستحرض الايه؟ العلم اللي هو ايه؟ خده عشان يشوف الحكم. يقعد مد على ما يستعرض. انما بقى اللي جه بقى للفتيا كتير وحفظ ساعه ما يقول الحكم انه كذا، اي بقت ملكه بقى، ما عادش بيتعب في استنباط الحكم. اسمها ايه دي؟ كذلك الخلق. تقول لهم اقعدوا شوفوا انتوا بتقولوا عليه مجرور، اقعدوا شوف كده تصرفاته، هل تصرفاته تصرفات منطقيه مبنيه على خلق؟ يقول لك اه، يقولك ما يبقاش مجنون، لان المجنون لا ضابط له في حركاته ولا في سكناته ولا في ما ياتي ولا في ما يدع. ده شاعر يقول انتوا اهل الشعر، ده كاهن انتوا عارفين اذا كل هذا ابحثوها بايه؟ اه بنظام، ما تبحثوهاش ايه؟ جماهيريا. وهم اللي جنبك يقولوا ايه؟ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله. طيب آية دي حصلت من الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان من ناحية السن كان أسن من رسول الله، ومن ناحية المال كان غني، ومن ناحية الأولاد عند العزوة الولدية. فلما جاء لا بقى لو كانت المساله كده كنت انا اولى بهذه الايه؟ لانني اسن ولانني اكثر مال واكثر ولد. هو قسى بمقاييس ايه؟ بشر. اه بمقاييس البشر. تقول له مش عموديه يا سي الوليد. ماهيش ايه؟ ده رساله. واذا كنت انت دون غيرك بقى عندك اموال وعندك اولاد وعندك دروع وعندك مش عارف ايه. انت بص كده تلاقي نفسك انت زيد عنهم في الخلقة، زيد عنهم في التكوين. طب ما الناس اللي انت احسن منهم متساويين معاك في كل حاجة، طب اشمعنى انت بقى بقيت احسن منهم؟ اذا لازم فيه قاسم اعلى. ولذلك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اسمع لرب القرآن بقى، اهل يقسمون رحمة ربك. ده المعايش اللي هم فيها نحن قسمناها بينهم، فاذا كانت المعايش اللي هم فيها احنا اللي قسمناها، عايزين يقسموا الرحمة. وفرق بين الرحمة في الرسالات وبين امتداد الحياة بالاقوات والمال، لان دي عطاء ربوبية انما دي عطاء الوهية. يبقى اذا كنت انا قسمت بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا يبقى عايزين هم اللي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الايه؟ الدنيا.
وبعد ذلك يرد أنكم تميزتم في دنياكم بالمال والبنين والبساتين وأشياء لا لخصوصية فيكم، ولكن لأن نظام الكون كله إنما يحتاج إلى مواهب متكاملة لا إلى مواهب متكررة. لو كل الناس اللي عندك يا وليد كده كلهم عندهم ارض وكلهم عندهم مال، طب لما تحب بقى تفلح كده وتزرع وتعمل مال مين يجي يزرع لك؟ محدش. طب لما تكون عايز بقى تقعد كده ويجيبوا لك اللي يروح يجيب لك الحصان بتاعك ولا الجمل ويقعد يعمل لك الراحه، طب ما هو انا عملته كده علشان ايه؟ ولذلك عملتها دول. دول يعني ايه؟ يعني ما اديتش الخاصيه دي لواحد، قلبتها مرة يبقى كده ومرة يبقى كده عشان الكل ايه؟ عشان الكل. يبقى اذا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الرد مجاهز. اهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني ما يتمدحون به ويجعلونه سببا لانفسهم موهوب من ايه؟ موهوب منا. واسمه ايه ده اللي اسمه الثاني؟ ابو جهل. ما هو لما جم يكلموه في امر الرساله قالوا لي بقى انت يعني ما تقعدش كده بعقلك ده، تقعد كده تشوف وتبحث في محمد ده وفي امانته وفي صدقه وفي فكره. ام الزا حمل بني عبد مناف الشرف، زاحمنا بني عبد مناف في الشرف، يعني اطعموا فاطعمنا، كسوا كثيرا، ذبحوا فذبحنا، حتى صرنا كفرسي رهان. كفرسي رهان يعني ساعة ما يطلعوا في السباق يطلعوا ايه؟ مع بعض. فرسي رهان كده زي ما انت بتشوف اثنين فرسين بيعدوا وده يسبق شوية وده يسبق شوية وده يسبق شوية، اسمه فرسي ايه؟ اللي بيوصل للغاية قبل الاخر بنسميه الايه؟ الفايز بقى قد قصب السبق. كانوا يرشقوا قصبة في نهاية السباق قصبة كده، وبعد ذلك الفارس اللي يسبق عشان ما نقدرش نقول ده اللي قبله مش اللي قبله مش عارف ايه، اللي ياخد القصبة يشيلها هو ده اللي. ولذلك يقول لك ايه؟ هذا قصب الايه؟ هذا قصب السبق. القصبة اللي هي معمولة غاية لمين؟ غاية للمشوار. يقوم علشان ما نقولش ده جه قبل ده بخطوه ولا بخطوتين، اللي ايده بطول القصبه اول هو ده اللي يبقى ايه؟ هذا قصب الايه؟ السبق. فبقول احنا زاحمنا بني عبد مناف الشرف، اطعموا فاطعمنا، سقوا فسقينا، ذبحوا فذبحنا، عملنا محر. حتى اذا صرنا كفرسي رهان، مفيش حد لسه. قالوا منا نبي يوحى اليه، والله لا نتبعه ولا نؤمن به حتى نؤتى مثل ما اوتي من الايه؟ من الواحد. ادي مين؟ ابو ايه؟ ابو جهل. واذا جاءتهم ايه، وشوف كلمه جاءتهم ايه، مره قل جئنا لايه ومره جاءتهم ايه، فكان الايه بلغ من وضوحها ومن استقلالها ومن ذاتيتها وخصوصيتها انها تجيء كده. الآية جاءت. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يقول الله يقول لهم ردا عليهم: لا تقترحوا ذلك على الله، لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل إيه؟ رسالته. ليه؟ أم قال لك لأن الرسالة دي جاية علشان تنصر خيرا في الجميع، ولكنها تعف نفسها عن آثار ذلك الخير. والغير اللي عايز الخير يجيله أولا، ويبقى كويس أوي إن خد الخير أولا ويسيب شوية خير للناس. لما كانش عايز الخير له لوحده، يبقى الله أعلم حيث يجعله رسالته. يبقى الرسول اللي يجي يعمل إيه؟ ينصر خيره وهو نفسه ما ينالوش منه حاجه. ولذلك سيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللي يموت مديون يبقى الدين بتاعه علينا، واللي يموت وعنده حاجه ما لناش دعوه بيه، ما لناش دعوه بيه. اهلي ما ياخدوش من زكاه، يعني ان كانوا فوقنا ما ياخدوش ايه؟ زكاه. لما نترك ما نتركش، اللي نتركه من الميراث يبقى صدقه للناس، يبقى لم تفع له ولا اهله.
يبقى ده اللي يبقى مأمون على الرسالة ولا لا؟ إنما واحد عايز يأكل الدنيا الأول عنده، وإن كان في بقية خير ولا ناخدها الأول وبعدين نبقى من إيه؟ يا أبدا، إحنا عايزين الرسول اللي يعمل إيه؟ اللي يعمل المسألة عملية إيه؟ عملية تكليف، ويضع نصب عينيه ونصب عيني أتباعه وأولاده أن المسألة جزاؤها ليس هنا. من عظمة الجزاء مش في الدنيا. ولذلك حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد وقال اشترط بنفسك، قال تمنعوني مما تمنعون منه، مسعى لأنفسكم وتعملوا كذا وتعملوا كذا وتعملوا كذا، قالوا فما لنا، انت اشترطت لنفسك، فما لنا ان نحن وفينا، ايه اللي يبقى لنا بقى؟ فاذا قال رسول الآن انكم تنصروا وتملكوا الدنيا وكل واحد منكم يبقى عنده ولا امير على الحته بتاعته ولا، قال لا 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 مفيش ابدا، قال لكم الجنه، ادي الثمن اللي عندنا، فاللي عايز بقى الجنه هو اللي يجي وياني، واللي عايز بقى دون الجنه هناك يبقى يروح للايه؟ ليه؟ اما انك ما يقدرش، مع ان فيما بعد قال لهم انتوا هتركبوا للسفن وتفرشوا للزرابي وتعملوا مش عارف ايه وتعملوا ايه، يبقى لكم ايه؟ فاشترهم بان في حاجات كتير، انما لم يقل لهم هذا، ليه؟ لان من هؤلاء من لا يدركوا خيرا في الدنيا مع الاسلام، هيموت الاسلام لسه ايه؟ لسه بعيد. إن مناهم بشيء في الدنيا منهم اللي حيموت دلوقتي كمان يومين ما حيموت شهيد ولا بتاع، يبقى بيمنهم بإيه؟ بالمضمون لهم جميعا، قالوا فما إيه اللي لنا إذا نحن وطينا؟ قال إيه؟ لكم الجنة. وحد يقول لي حاجة في الإيه؟ في مسألة الدنيا، لأن الدنيا أهون من أن تكون جزاء على العمل الصالح. العمل الصالح ده لازم يكون جزاء إيه؟ خالد، لا يفوتك ولا إيه؟ ولا تفوتك. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن، بس شوف كلمة لا نؤمن، ما قالوش لا نؤمن الآن ويمكن بعدين يعني نفسهم تروق كده وبعدين يأمنوا، ده مسألة لابد، ما هو لو قال لا نؤمن الآن يعني يمكن إيه؟ يمكن بعدين يبقى لنا رأي مثلا تاني نؤمن، قال لك لا لا جبل الزمن يعني العناد إيه؟ لن نؤمن يعني حتى في المستقبل، تحكموا في الايه؟ في المستقبل. وبعدين يفضحهم الله فيأتون جميعا مؤمنين بعد ذلك. هو انتوا عارفين ايه اللي هيحصل؟ طب ايه في الحدث اللي انتوا فيه دلوقتي؟ انما في الحدث اللي يجي مستقبل حتى نؤتى. وما هو العجيب بقى، حتى العباره بتاعتهم عباره مهزوزه، عبارة لا تستقيم مع منطق الكفر منه، أن يؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. طب ما ده لو نادر إيه عرفت أنه رسل الله؟ تبقى إيه بقى الحكاية بتاعتكم دي؟ طب ده الأصل في الآية إننا عايزين تؤمنوا بأن إيه؟ بأنهم رسل الله، عشان يدلك على أنه إيه؟ معارضة بغباء. انتوا بتقولوا ان طب انتوا ما دام قلتوا رسل الله، ما دام رسل الله طب ما هي دي القضيه اللي احنا عايزينها قد عرفوها. لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، الله اعلم حيث يجعل رسالته. وكلمه حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، او ما قالوش حتى نؤتى مثل ما اوتي هذا المدعي الرساله رسل الله. رسل الله كتبهم آيات كونية. نعم. آيات كونية. معنى آية كونية يعني آية حسية مرئية، هي وإن كانت فيها قوة المشهد الملجم إلا ما لهاش بقاء. ما لهاش إيه؟ بقاء. اللي شاف إن سيدنا موسى لما ضرب البحر انفلق، دي آية كونية. بالله ساعة ما يشوفوها يقدروا يكذبوا الحكاية دي صحيح، إنما ألها بقاء ولا أصبحت خبرا؟ خبرا. وعيسى يبرئ الأكمه والأبرص، برضو حصلت آية حسية كونية، إنما بقت خبر ولا مش خبر؟ طب الخبر ده مناسب لمحدودية رسالته، أنها لزمن إيه؟ محدود وفي قم. إنما الرسول اللي جاء عشان حتى تقول الساعة ده، إن كانت آية كونية له يبقى ما هيشوفها ناس مخصوصين، لأن الأمر الحسي لا يتكرر، زي عود الكبريت يولع مرة واحدة وانتهى.
لكن هذا رسول لمين؟ الى ان تقوم الساعه. يبقى لازم له ايه؟ ايه باقيه. ايه باقيه. الباقيه تنفع في الحسيات ما تنفعش في الحسيات. يبقى تيجي في المعنويات والايه والعقليات اللي ما بتختلفش فيها الامم ولا تختلف فيها الايه ولا تختلف فيها الايه الازمان. اما هم قالوا لا ده احنا عايزين النقطة مثل ما قلت، يبقى عايزين حسيات وعايزين عقليات وعايزين بقى ايه، لما عشان ان جت واحدة يتمحكوا في الايه في التانية. الله اعلم حيث يجعل رسالته. لو نظرنا الى كلمة الله اعلم حيث يجعل رسالته، كلمة اعلم تبكيد ان يمكن بعض خلق برض يعلم لماذا اختار هذا، لأن الذين واجههم صلى الله عليه وسلم بأمر الدعوة هل انتظروا منه أن تتم له آية ولا معجزة، ولا آمنوا به بمجرد الإخبار؟ طب بمجرد الإخبار، طب إيه يعني بمجرد الإخبار؟ ده لازم قال ده يبقى صادق، لأن تجربتنا معه أنه إيه صادق وأمين على خبر الأرض، يبقى لازم مأمون على خبر السماء، لأن اللي ما كذبش علينا في أمر يكذب على الله يبقى ما تنفعش. ولذلك سيدنا أبو بكر بمجرد ما قال له قال له صدقت. ستنا خديجة قالوا صدقت. خديتها منين؟ قال خديتها من مقدمات حياتها. قالت إيه؟ ولذلك أول استنباط في الإسلام فقهي كان لسيدتنا أم المؤمنين خديجة قبل أن ينزل الفقه. ما يدلك على ان الاستنباطات للادلة استنباطات للعقل الفطر السليم البعيد عن الاهواء، اللي ما عندوش هوى يقعد يستقرئ المسائل كده لازم يعتدي. قالت له قال لها انا خايف ما يكون الذي اصابني شيء يعني مرض او اي حاجة او اي. قالت له مش منطقي، لانك انك ايه تصل الرحم وتحمل الكبد وتعين على ايه نوائب الحق. الله 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 والله لا يخزيك ابدا. اذا جابت المقدمات اللي ترشح انه مش ممكن ربنا ياخذها. انت بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا، كلها مفاخر، كلها خلق عظيم، كلها ارتقاءات انسانيه قبل ما يجي منهج السمع. ارتقاءات انسانيه بالفطره كده، بقى اللي يعمل ربنا وياه كده هو يعمل كده، يقوم ربنا ياخذه يجيب له رقي ويجيب له مش عارف مس ويجيب له. لا 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 مش ممكن ابدا، انت رسول ما فيش كلام. ولذلك دي اول ايه استنباط، يعني ايه يعني يجيب قضية ويستنبط منها يعمل قياس. كمان لما مثلا قال ابنه ايزا جاءك هذا الرسول اللي انت بتقول عليه اللي بيجيلك ده اخضر تقول لي، طب قول لي من يستطيع ان يعمل العملية دي علشان ايه؟ لا مفيش. لما جي اشار اليها انه جاء وهو كده عند ريدها، فعملت ايه؟ راحت كشفة صدرها كده، قالت له اتراه؟ قال لا. قالت ليس بشيطان وانما هو ملك، لان لو شيطان كان يبقى متوقح وبرضه يفضل موجود وانا عامله صدري كده، انما ساعة انا ما عملت صدري كده ولا شفتوش يبقى ملك، لانه لو شيطان كان يتوقح بقى ويتنه فاضل. شوف ازاي الاستنباط، هذه ايه الاستنباط. ولذلك نعرف السر في ان لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله له اول زوجة ام المؤمنين خديجة، لانه ستمر به فترة مش عايز زوجة بس، ده عايز ام، لازم تكون نضج النضج الكافي اللي تستقبل به مسائل النبوة. ولذلك يطلع على الغار تروح تجيب له الاكل وتقول مش عارف ايه وتعمل ايه وتقول له طب استنى، وتروح لورقة ابن نوفا اللي مش عارف ايه، بالله لو كانت بقى بنت ما الصغير تقول الراجل جاب له حاجه ولا، انما دي عقليه ثابته، عقليه ايه ثابته، ولها استنباطات قبل ان يوجد الاستنباط وقبل ان يوجد فقه الاسلام. اول فقيهه مستنبطه في الاسلام هي مين؟ ستنا خديجه. الله اعلم حيث يجعل رسالته. اذا ما فيش مانع ان حد تاني يكون عالم، بس ربنا ايه؟ ربنا اعلم. الله اعلم انهم لم يعلموا الا بعد ان وجدوا منه خصالا واشياء حكموا بوجودها فيه انه يكون رسول، ما فيش مانع. انما ربنا عالم قبل ما توجد منه هذه التصرفات. سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله. الله، شوف كلمه بقى، شوف الفجوه الانتقاليه في الاداء.
اكابر مجرميها وعاملين كبار وعاملين انهم مش عارف ايه، يقول ايه هيسيبهم صغار. الصغار دي ما تفتكروش يعني انه يبقى ذل وهوان عند الناس، لا، ده الصغار ذل وهوان عند النفس ذاتها. يعني هو نفسه يبقى ايه يشعر بانه ايه، بانه يستصغر نفسه، لان الغير يصغر انما هو لسه ايه. وتجلدي للشامتين اريهم واني لريب الدهر لا اتضعضعه، يعني برضه انما ده هو نفسه يصيبه ايه صغر. وصغر عند مين؟ صغار عند الله. صغار عند مين؟ ومدام صغار منسوب الى عندية الله يبقى ما ينزلش ابدا، لان ما فيش قوة تانية حد يقول له لا يبقى كويس بعدين ابدا. صغار وعذاب شديد. طب الصغار ذل وهوان، طب وعذاب شديد؟ ام قال لك مش احنا قلنا زمان ان مرة يوصف العذاب بانه قليل، ومرة يوصف العذاب بانه مهين. ايه الفرق بين الاثنين؟ ام قال لك مهين دي علشان الذلة في النفس، والالم علشان التعذيب في البنية. لان الانسان له حاجات، حاجتين اتنين، له بنية وله معنويات قيمية، فمن ناحية البنية يصيب العذاب. طب ومن ناحية المعاني النفسية بقى يصيب الاهانة. يبقى فيه واحد يتعذب، انما ما تقدرش تملك انه تهينه، برضو يتحمل المشقة بايه، برجولة وكنت يعمل فيه ما ما تعمله، انما لا تزال ايه نفسه كريمة عليه. يبقى دي مثل ما يبقى عايزين ايه الاثنين، صغار وعذاب ايه، وعذاب شديد. وعذاب شديد مش كده يعني عملناها كده، لا، ده بسبب ما كانوا يمكرون. يبقى مين اللي جاب لنفسه العذاب؟ يبقى ما ظلمناه، ولكن انفسهم كانوا يظلمون. والى لقاء اخر ان شاء الله.